السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أباء التلاميذ، بنات التلميذات، أيها المتابعون الكرام، أيها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا مع هذا التسجيل الخاص بنموذج للاختبار الأول في اللغة العربية بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. إذن هذا نموذج ثاني أو ثالث رفعناه. نقرأ النص مباشرة. الأم كالملاك تتجلى في وجهه الرحمة ويفيض قلبه بالحنان، تشقى لنسعد وتتعب لنستريح وتسهر لننام، وهي الراعي لا تحس بالسآمة ولا تعرف الضجر. كم تقاسي في سبيل تربية أبنائها، وكم تعاني من أجل نشأتهم. إذا كان أحدهم مريضا أسرعت إلى الطبيب تلتمس عنده الشفاء. من أجل ذلك حث الإسلام على برها، فأدخل على قلبها السرور ما وجدت إلى ذلك سبيلا. نعم النص قصير، لكن بإذن الله تعالى الأسئلة ستكون مناسبة إن شاء الله تعالى. إذا السؤال يقول: هات عنوانا مناسبا للنص، هات عنوانا مناسبا للنص. إذا أنت من خلال قراءتك للنص تستطيع أن تختار العنوان، ويوجد أكثر من عنوان، كأن تقول مثلا الأم، أو كأن تقول التضحية الأم، أو كأن تقول الأم وتربية الأبناء. إذن العناوين كثيرة، تستطيع أن تختار واحدا منها بكل سهولة. بماذا شبه الكاتب الأم؟ شبه الكاتب الأم بالملاك، وذلك في بداية النص، فقال: الأم كالملاك تتجلى في وجه الرحمة. السؤال الثاني يقول: استخرج من السند كلمة وضدها. إذن الكلمة وضدها هي تشقى وتسعد، أو تشقى لنسعد. إذن فالشقاء وهو التعب، والمشقة عكس السعادة، وهي في بداية النص. ننتقل إلى أسئلة البناء اللغوي. يقول: اعلم ما تحته خط في النص. إذن ننتقل إلى هذه الكلمات والجمل المراد إعرابها في النص، ثم نرجع إلى الإجابة مكتوبة إن شاء الله تعالى. إذن لا بد حين الإعراب من قراءة ما سبق وما تلا. إذن فنقرأ: ويفيض قلبه بالحنان. ويفيض قلبه بالحنان. إذن يفيض فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. لماذا مرفوع؟ لخلوه من الناصب والجازم، أي لم تسبقه أداة نصب ولم تسبقه أداة جزم، فبقي على أصله، والأصل في الفعل المضارع أنه مرفوع. إذن فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. قلب، ما الذي يفيض؟ ما الذي يفيض؟ القلب هو الذي يفيض. إذن قلب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وهو مضاف، وهو مضاف. والهاء يعني الهاء الضمير المتصل، ضمير متصل مبني على الضم. قلبه في محل جر مضاف إليه. بحرف جر، والحنان اسم مجرور ببي، وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره. الجملة الثانية وهي: تشقى لنسعد. إذا تشقى فعل ماضي، والفعل الماضي دائما يكون مبني. إذا تشقى فعل ماضي مبني على، لاحظ جيدا، الحركة الأخيرة لا تظهر. لماذا؟ لوجود الألف المقصورة. إذا فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. لنسعد، إذا لا شك أنك طبعا تشقى، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. لا شك أنك لاحظت لام التعليل أو لام السببية لنسعد. إذا لماذا تشقى؟ تشقى لنسعد. إذا اللام هذه لام التعليل، هي من نواصب الفعل المضارع، وهي أن ولن وكي وإذا وحتى ولام التعليل. إذا لي حرف نصب، وحرف نصب حرف علة ونصب. نسعد فعل مضارع منصوب بلي، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن نسعد. الجملة الثانية وهي: كان أحدهم مريضا. كان أحدهم مريضا. إذن
جملة اسمية منسوخة. لماذا جملة اسمية منسوخة؟ لأنها دخلت عليها كان الناسخة. إذن كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، أحد، إذن لا بد أن تنتبه، أحد وليس أحدهم. إذن أحد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، والميم ميم الجماعة. مريضا اسم كان منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. إذن هذا هو الإعراب، ونذهب تجدون الإعراب هنا، تستطيع أن توقف التسجيل أو وتقرأ الإعراب كما هو مكتوب أمامكم. إذا ننتقل إلى السؤال الثاني، يقول حول الجملة الآتية للجمع المؤنث أو جمع الإناث. الجملة هي أسرعت إلى الطبيب تلتمس وتبحث عن الدواء للشفاء. إذا يجب على التلميذ إذا أراد أن يحول أن يحول الضمير فقط، أن يحول من الضمير هي إلى الضمير هن. إذن أسرعت تصبح أسرعنا، إلى الطبيب تلتمس تصبح تلتمسنا، وتبحث تصبح تبحثنا عن الشفاء. إذن أسرعنا إلى الطبيب تلتمسنا وتبحثنا عن الشفاء. السؤال الآخر يقول املأ الجدول أو أكمل ملأ الجدول. إذن فعل ناقص تقاسي. لماذا فعل ناقص؟ لأنه ينتهي بحرف علة، والفعل الناقص هو واحد من أو قسم من أقسام الفعل المعتل. فعل مضارع تتجلى، فعل مضارع تتجلى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، همزة متوسطة على النابرة أبنائها، اسم منقوص الراعي. لماذا منقوص؟ لأنه انتهى بالياء. وننتقل مباشرة إلى السؤال الأخير وهو الوضعية الإدماجية. قال صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب فقرة من 10 أسطر تتحدث فيها عن أهمية الأم في الحياة وواجبك نحوها، موظفا فعلا من الأفعال الخمسة واسما من الأسماء الخمسة، وضع سطرا تحتها. إذن هذا الموضوع تستطيع ابن التلميذ ابنة التلميذ أن تكتب فيها ما تشاء، لأنه موضوع كبير وواسع، وفي الغالب يحسن التلاميذ كتابة مثل هذه المواضيع. بالنسبة للتوظيف، طلب منك أن توظف فعلا من الأفعال الخمسة، أول التذكير، فإن الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع دخلت عليه واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، كأن تقول مثلا يذهبان وتذهبان ويذهبون وتذهبون وتذهبين. إذن خمسة. أما الأسماء الخمسة فهي أب وأب وأخ وحم وفو وذو. إذن إلى هنا ينتهي لقائي معكم، نلتقي إن شاء الله تعالى في تسجيل آخر قريب. لا تنسونا من صالح دعائكم، ولا تنسوا التعليق ونشر هذا التسجيل ليستفيد به أكبر قدر من التلاميذ. كان معكم أخوك أستاذ عبد الحميد مرابطة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.